السلام عليكم. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو هذا هنطبعه على تيشرتات خامة بوليستر، هنطبعه عليها باستخدام ورق الأكواب، هنبدأ نخش على الفيديو على طول. برنامج التصميم يا أما في الكمبيوتر يا أما في النقال، أي برنامج تصميم. هذا الفوتوشوب قدامنا، ونحتاج إلى طابعة حرارية بحبر حراري، والحاجة الثالثة اللي نحتاجوها اللي هي مكبس حراري. هذا نجول الفوتوشوب هنا بسرعة ونفتحه، ندير فايل ونيو، ورقة جديدة نختاره انترناشنال بيبر من هنا، ونديره اوكي. بعد ما نديره اوكي نختمش الامج، ونديره الامج روتيشن، نقلبوها يمين، نضغطه هنا لوحة مفاتيح كنترول وزيرو. هذه الورقة قدامنا، حنطبع حاليا الكلام تصميم قدامنا اللي نطبعوه. خلاص كملنا، ما ننسوش قبل ما نطبعه اللي هو نقلبه الشكل، نقلبه نعكسه عكس افقي علشان يطلع مزبوط على التيشيرت. وهكي خلاص نعطوه امر الطباعة للماكينة. وهذه هكي الورقة معانا جاهزة توا علشان نكبسوها على التيشيرت على طول. شفتوها كيف توا؟ هنقصوا الورقة وبعد تاني نجربوها على التيشيرت على طول. هيا نمشي ونطبعوها. هيك الشكل بعد ما قصصناهم، خلاص هيك تو معكوسات. بعد شوفوا انتم بعد ما نكبسوهم هتطلع الكتابة مظبوطة 100%. طبعا نجو لتعديل الوقت هنا، الوقت بالنسبة لي انا الاول الوقت 365 والوقت حتى 30 ثانية ممتاز، 30 ثانية ل 25، بين 25 وال 30 ثانية هذا الوقت. خلاص تو بعد ما تأكدنا من درجة الحرارة وعدلنا الواحد، هذا التيشيرت بتاعنا قدامنا قاعد التيشيرت موجود، وهذه الورقة اللي بنطبعها. تأكدوا فقط ان التيشيرت قاعد في النص وكل شيء معدل. هذه الورقة اللي حنطبعوها حتكون هيك في النص بالضبط، تأكد منها انها ما تجيش ليمين ليسار، تأكد منها تكون معدلة. خلاص أول حاجة نديروها شنو هي؟ أول حاجة نديروها اللي هي نعطي كبسة للتيشيرت قبل ما نطبعه علشان تكون الأمور محددة، تكون الأرضية ناعمة وما فيهاش أي طلعات وتكريشة في القميص. أعطيناها التحديد الأولى، خلاص شمزال توا. خلاص مجرد أن شنو توا نديرو؟ هنديرو نحطو الكلام بالشكل هذا هنا على التيشيرت، نسمو بسم الله ونضغطو التيشيرت نتاعنا، نعطوها أمر طباعة. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع التيشيرت شوية. هكي تشوفوا النتيجة، شوفوا كيف هذا القميص طلع معانا طباعة ممتازة 100%. لكن هنا طلعت في مشكلة في بعض العيوب، شفت البيضاء هنا اللي هي سببها هو الشعار الموجود من الجهة دي، سببها الكلام هنا سبب زي الانتفاخ للورقة ما خلاش تنطبع مظبوطة، لكن باقي الكلام الطباعة كانت مظبوطة 100%. بإذن الله حنحطوا لها ورقة تحت عشان ما تتضررش في التيشيرت القادم. وهذه هي نهاية فيديو اليوم متاعنا. لو مستحقين أي سؤال أو استفسار تقدروا تكتبوا في التعليقات، ومشكورين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.